عمه زمان كان راكب تاكسي، حكى لي يعني القصه دي وبيضحك يعني. هو كان مهندس، ابويا كان مهندس معماري، ما كانش ليه يعني في علوم الدين، لكن كان بيحب اهل البيت محبه فطريه، وكان يشتري كتب الدين وما يقراهاش. طلعت انا قريتها. والله كان يحب يقتنيها لكن كان لا يقراها، لانه كان مشغول في شغله ويجي تعبان وينام وخلاص. المهم لكن هو كان يحب يعني كان دائم زياره سيدنا الحسين والسيده زينب وآل البيت، ويحب الايه يعني، لدرجه ان انا لما ربيت دقني زمان وانا طالب في الكليه، فقال لي اوعى تبقى سني يا ولد. انا ما فهمتش الكلمه اللي يقصد ايه، ما كنتش عارف ان في اصلا يعني وهابيه وبتاع، ما كانش في بالي الحكايه دي. أتاري يقصد اوعى تبقى سني يعني اوعى تبقى وهابي، يعني هو يقصد هذا المعنى بس هو مش عارف التمييز يعني. المهم فراكب تاكس بيقول لي، وكان رايح مشوار، فالمطلع بتاع ايه طريق صلاح سالم عند ايه سيدي ابو السعود الجرحي، عارف سيدي ابو السعود الجرحي كده في مطلع كده بعد الملك الصالح. فقام ايه راكب مع سواق التاكس، فقام ايه قال لسواق التاكس الفتحه سيدي ابو السعود الجرحي، قام ايه السواق التاكس قال له سيدك انت، واخد بالك؟ فراح قال له خلاص سيدي سيدي، قعد ويقرا الفتحه، قام التاكس عطل. والله ده بيحكي لي يعني، يقول لي شوف بركات العلماء يعني والمشايخ يعني، هم في برازيخهم ربنا بيبين. راح التاكس في اللحظه دي عطل على طول، وقف قال له انزل زق معايا، قال له لا مش هسوق معاك، انا هقرا الفتحه هنا سيدنا ابو السعود وهاخد تاكسيتين، السلام عليكم. وراح سابه خد تاكسي، وهو سابه محتاس في المطلع، التاكسي مش عايز يتحرك. فجاي بقى بالليل يحكي لي يعني ان هو ايه موقف من النوادر يعني. فهم ما عندهم جرأه كده، يقول له سيدك انت يعني. ايه سيدك انت؟ ما هو اسيادنا العلماء دول، اسيادنا ايه؟ اسيادنا كل دي. فربنا ينجينا يا سيدي. تأويل السلف لصفات الله تعالى، تأليف الأستاذ الدكتور محمد ربيع جوهري، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعميد السلف جامعة الأزهر، نفعنا الله بعلومه في الدارين وجزاه الله عنا خير. في صفحة 92 هنخلص الكتاب النهارده إن شاء الله، هي حاجة بسيطة في الآخر. الإتيان والمجيء. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. روى القاضي أبو يعلى الحنبلي عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال في قوله تعالى: يأتيهم، المراد به قدرته وأمره، وقد بينه في قوله تعالى: أو يأتي أمر ربك، ومثل هذا في القرآن: وجاء ربك، قال إنما هو قدرته. وقال الإمام الطبري: اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول، وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من رسول مرسل. فأما القول في صفاته وأسمائه بغير جائز، فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. وقال آخرون: إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقال من مكان إلى مكان. وقال آخرون معنى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، كما يقال قد خشينا أن يأتينا بنو أمية، يراد به حكمهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك هل ينظرون إلى أن يأتيهم ثواب وحساب وعذاب، يعني المراد أن يأتيهم إذا نسبت إلى الله لا تظن أنها تدل على مسافة وقطع مسافة واتجاه من جهة أو شيء من هذا، لأن هذا لا يليق بالله عز وجل. فإتيان الله لابد أن تصرفه عن المعنى المحسوس، واخد بالك، بأي طريقة، إما بغير تأويل وتفوض الأمر لله، أو بتأويل يأتيهم وفعله قدرته أثره سبحانه وتعالى أو شيء من هذا. إنما لا تظن أتيان بمعنى التحرك والانتقال وقطع المسافات وغير ذلك، كما قال عز وجل: بل مكر الليل والنهار، وكما يقال: قطع الوالي اللص أو ضربه، وإنما قطعه أعوانه. فالإمام ابن جرير يذكر هنا جميع الآراء، رأي المفوضة الذين يفوضون معناه عداه إلى الله تعالى ويمرون الآية كما جاءت، ورأي المشبهة الذين يقولون إتيانه مثل إتيان غيره، ورأي المؤولة حسب نوع المجاز الذي اختاروه،
وينقل الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تأويل المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمجيء الثواب. وقال الحسن رحمه الله وجاء ربك أي أمره وقضاءه. ومرة أخرى مع الإمام ابن تيمية حيث يذكر ما نسبه القاضي أبو يعلى والإمام البيهقي إلى الإمام أحمد بن حنبل من تأويل قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله بأن المراد به أمره، فيذكر من نقله عنه ومن وافق عليه من أصحابه وتأويل مجيء سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة حاجان عن أصحابهما كما ورد في الحديث الشريف استمع إليه وهو يقول، تستمع كلام ابن تيمية ممكن التأويل يأول، يعني أول ينكر التأويل ويخلي الناس تمشي وراء هذه القاعدة فيروحوا في داهية وهو نفسه يروح سايبهم ويأول، حاجة غريبة يعني. ابن تيمية ده كان عنده حاجات عجيبة، أنكر التأويل ومشي الناس وراه تابوا وهو سابهم وقعد يأول، وده اللي حصل. وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث حديث النزول وما كان نحو من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم كالإتيان والمجيء والهبوط ونحو ذلك، ونقلوا في ذلك قولا لمالك ولأحمد بن حنبل لأن حنبلا نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيور صواف ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيء، وقالوا له لن يصب بالإتيان والمجيء إلا المخلوق، فعرضهم أحمد بقوله وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران، يعني أولوها هو. ده كلام ابن تيمية بيقصد التأويل أحمد بن حنبل وحنبل، يعني بيؤيد التأويل وهو في نفسه ينوي في التأويل في أماكن أخرى. كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة والمراد منه ثواب الأعمال. ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال قيل إنما يأتي أمره، فتأمل ما يذكره الإمام ابن تيمية منسوبا إلى كبار الأئمة أمثال مالك وأحمد من تأويلات متعددة للنصوص التي بعضها يتصل بالله تعالى من الإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا وغيرها، وبعضها ليس من هذا القبيل كإتيان سورة البقر وسورة آل عمران وإتيان الأعمال في القبر ويوم القيامة. هذا ما يذكره عدو التأويل ومنكر المجاز في اللغة القرآن الكريم رحمه الله، حاجة غريبة فعلا، يعني يأول وينقل التأويل وفي نفس الوقت يقول ما فيش تأويل، بقى علشان كده علمهم غير منضبط وينقلون أنفسهم، اللي يقولوا النهاردة يخلفوه بكرة، واللي يعتبروه إمام الأئمة النهاردة يعتبروه بعد كده المبتدع الضال اللي في النار بعد شوية وهكذا، فهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. تفضل يا سيدي.